اهلا ازيك يا بحضرتك. محمد؟ يعني وارحب الحمد بالساده المشاهدين كلهم. واحنا بنرحب بحضرتك. كنا موجودين في محافظه كفر الشيخ امبارح، ولاحظنا الحمد لله ان في نشاط فعلا داخل الجمعيات، في استعداد كامل للموسم الشتوي، الحمد لله وان الحمد لله. الاسمده والارصده اللي موجوده داخل الجمعيات هي مطمئنه نعم للمزارع. الحمد لله. خطتنا بقى عموما، خطه المحافظه لاستقبال الموسم الشتوي واحتواء المزارع في كل متطلبات القطاع الزراعي لهذا الموسم. نعم، هو بالنسبة احنا دلوقتي في الموسم الشتوي، وما يهمنا في الموسم الشتوي هو محصول القمح. ايوه فاحنا مستهدفنا في القمح في محافظة كفر الشيخ 240 ألف فدان، بدأ التجهيز له وبدأ الإعداد، وخططنا إن احنا وفرنا جميع التجاوي المنتقاة من إدارة إنتاج التجاوي ومن محطات البحوث الزراعية، لأن احنا عندنا في كفر الشيخ أكبر محطة بحوث زراعية. التجاوي متوفرة عندنا، المزارع خد تجاوي، بدأنا نزرع عندنا، زرعنا ما يقرب من 48 ألف فدان والحمد لله. بالنسبة لصرف الأسمدة للمحصول الشتوي، بيتم الحصر يومي، وبمجرد من يتم الحصر الفوري بيسلم ويعتمد ويتم تسليم الأسمدة في نفس اليوم خدمة للمزارع على طول. يبقى المزارع بيزرع، بيتم الحصر، بناء على الحصر اللي بيجي على الطبيعة بيتم توزيع الأسمدة للمزارع. عندنا 200 حقل ارشادي ان شاء الله في محصول القمح، لان احنا طبعا بنهتم بمحصول القمح زي ما انت عارف. عملنا 200 حقل ارشادي عن طريق الحمله القوميه لنهوض بمحصول القمح. الحقل مساحته فدان، هذه الحقول منتشره في جميع انحاء المحافظه في المراكز كلها، لها خدمه ارشاديه. الفدان بنديله التجاوي مجانا على حساب الحمله القوميه للأمن. للنهوض بمحصول القمح. تمام. في ده نقطة بالنسبة لمحصول القمح. بنسمعها تفضل يا يعني محمد. في نقطة بنسمعها من المزارع قبل ما نكمل بقية التركيبة المحصولية عندي في المحافظة، دايما بيقول أنا بثق في الدولة وبثق في الجمعية، وبيتمنى إن هو يلاقي المبيدات من خلال الجمعية الزراعية. أنا عندي عائق قانوني في النقطة دي؟ لا لا لا، احنا عندنا التعاون والجمعيات التعاونية، وعندنا منافذ لبيع المبيدات، عندنا المبيدات متوفر. يعني احنا عندنا المبادات المعترف والمصرح بها من الجمعيه موجوده عندنا في منافذ في تابعه للجمعيات التعاونيه في المنافذ، لكن ما هيش مغطيه المحافظه. يعني انا عندي منافذ تبع التعاون بتبيع المبيدات دي، بس مش مغطيه المحافظه، أيوة. وبتبقى بكميات بسيطه دلوقتي. تمام. ثانيا، يعني المزارع برضه ما زال عنده ان هو بيروح برضه للتاجر اللي بره. ما هو بيقول أنا ما التجار بلاقيش في اللي بره الجمعية. والمحلات طبعا، هو يا فندم بيقول أنا ما بلاقيش في الجمعية فبضطر أروح للتاجر. لا لا لا، احنا عندنا مبيداتنا متوفرة في الجمعيات، طب مبيدات سؤال مهم كل لحضرتك. محصول سؤال بمبيدات. سؤال مهم. أنا دلوقتي لو عندي نعم جمعية وأعضاء الجمعية مكتملين والمزارعين داخل الجمعية متفقين إن هم محتاجين المبيدات في الجمعية، المفروض إيه الخطوة اللي يعملوها ده علشان ده يقدروا إن هم يوفروا تمام. المبيدات دي ويبقى فيه هذه الخدمة؟ بالنسبة لو هم محتاجين مبيد معين من ضمن المبيدات الموصي به من وزارة الزراعة، احنا ما عندناش مانع مطلقا ان الجمعية التعاونية الزراعية بتعمل المحضر بتاعها وبنجيب المبيدات بتاعتنا من الجمعية العامة مباشرة، ما عندناش أي مشكلة. تمام. يعني هو خطوة لازم يقوم بيها مجلس إدارة الجمعية. مجلس إدارة الجمعية يتحرك وبيخاطب يشتغل مع الجمعية الناس العامة. شوية، يعني المفروض إن هم يبقى في إيديهم بإيدين الدولة وبإيدين الفلاح طبعا إن هم طبعا يوفروا طبعا، لهم الخدمة دي. كلام مظبوط كلام تمام. مظبوط. ده بالنسبة لا للقمح. عندي تركيبة محصولية كبيرة في محافظة كفر الشيخ من المحافظات الزراعية المهمة جدا. انا عندي في محافظه كفر الشيخ 586 الف فدان، 251 دي مساحه كبيره عندنا وكلها ارض زراعيه كما تعلم. بالنسبه للقمح احنا ان شاء الله مستهدفنا 240 الف. تمام. احنا ايوه عندنا محصول البنجر، تمام. لان احنا عندنا محصول مصنع الدلتا للسكر. ايوه انا مستهدف في محصول البندر 100 الف فدان، السنه دي زرعنا ما يقرب 119 الف فدان، يعني بزياده على المستهدف ب 19 الف فدان. ما شاء جميع الله. المساحات دي الثلاث ارواط الاولى والثانيه والثالثه تم توزيع الاسمده الخاصه بهم وما فيش اي مشكله. يعني انا عندي البندر دلوقتي وكل البندر خد اسمده بمعدلات المقرر بها والمصابين. تمام. تمام. وده المحصول الرئيسي عندنا، لان البندر هنا محصول رئيسي في محافظه كفر الشيخ، الناس بتزرع بنجر علشان
وجود المصنع عندنا. تمام. بالنسبه للشغل الشاغل للدوله كلها مش وزاره الزراعه دلوقتي، الحفاظ على الارض الزراعيه، حمايه الاراضي من التعدي، هنتعامل معاه ازاي وهنستمر في تحقيق معدلات من مواجهه هذه الظاهره؟ ايه امكانياتنا؟ ايه الامكانيات اللي احنا محتاجينها؟ الله المستعان. الاول في القضاء على ظاهره حمايه الاراضي. احنا مع القضاء على ظاهره التعدي على الاراضي. ظاهره التعدي على الاراضي الزراعيه. ايوه. احنا في داخلين على فتره انتخابات من شهر تقريبا، السيد المحافظ عمل معنا اجتماعات فرديه مديرين الجمعيات الزراعيه بجميع نواحي المحافظه. عندنا 268 جمعيه، المحافظ عمل معهم اجتماع. كل مركز لوحده مع رئيس القريه ورئيس المدينه، وكانت التعليمات شديده اللهجه، ما ننتظرش بمجرد ما تبدا الحاله في مادي، لابد من ازاله الحاله في مادي عشان نقدر نسيطر على التعدي في الفتره دي، لانه في الفتره الاخيره بتاع الانتخابات كما تعلم ان الناس كلها طبعا دلوقتي ظاهره غريبه وثقافه غير مرغوب فيه، انه في ان الشرطه بتبقى مشغوله. فاحنا بدانا احنا بالتنسيق مع الوحدات المحليه ومجالس المدن، تم الازاله الفوريه لجميع الحالات اللي بيتم التعدي. امبارح في سيدي سالم زيين 24 حاله، في مطوبس 12 حاله، وطبعا ده كله بالتنسيق مع الوحده المحليه. يعني في مجهود بيتم، وفعلا زي ما حضرتك قلت غرفه عمليات موجوده على مدار ال 24 ساعه، بيقابلها غرفه عمليات في المحافظه برضه، بنبلغ بيانات الازاله يوميا وتعرض على الساده المحافظين. حضرتك حضرتك قلت كلمه مهمه قوي، قلت الله المستعان. فعلا يعني ربنا يقويكم، لان دي مهمه تقيلة. ان شاء الله نتمنى يعني يبقى في حفاظ على الرقعة الزراعية وفي وعي في ازدياد عند المزارع. بشكرك وبالتوفيق بإذن الله يا فندم. مهندس محمد عبد الله، وكيل وزارة الزراعة محافظة كفر الشيخ.